وحتى الذين عادوا كل القضاء عادوا من بيوتهم يعني. طيب محمد علي خليل خال الشهيد المجند أيمن ركابي. يا أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا مرحبا. ربنا يصبركم جميعا يا عمي، يا ربنا يلهمنا ويهمكم الصبر الجميل، واحنا والله والله كلنا في هذا مصر، بس ربنا يصلح الحال ويهدي البشر. طبعا يعني شوف الروح الجميله اللي انتوا بتتكلموا بيها دي، هي روح كل المصريين يعني. لا يا عم، ده احنا كلنا فدا مصر والله. طيب قول لي الشهيد محمد كام سنه؟ عنده حوالي 22 سنه. 22 سنه؟ اه. ايمن متجوز؟ ايمن متجوز؟ عنده اسره؟ مش متجوز. طيب مجند بقاله كام، بقاله قد ايه في سينا؟ معاه بتاع حوالي خش على سنه. سنه؟ اه. طيب ابلغوكوا بتفاصيل اللي حصل وانه ايمن كان فين؟ هل كان في بدايه السياره المفخخه في البدايه؟ والله ابلغونا بالحادث بانه استشهد ونازل ومنزلين يعني جايبينه على مستشفى كبر القبه. طيب والده ووالدته موجودين؟ والده متوفي. ربنا يصبر والدته. والدته عايشه. ربنا يصبرها. عنده اخوات؟ يا باشا احنا يعني في صبر وفي ايمان، وده يعني والله كلنا احنا نتمنى الاستشهاد في حب الوطن. طبعا يعني الجميع يسعى لنيل الشهاده يعني. هذا جندي شهيد 22 سنه يعني بيبدا حياته. متشكرين على اتصالكم، واحنا بيزيدنا عزيمه واصرار في الاقبال وفي الكفاح من اجل مصر وفي حب مصر والله. قالوا لكم الجثمان هيوصل امتى يا استاذ محمد؟ وصل المستشفى حاليا. وصل المستشفى عندكم؟ اه وصل المستشفى وحصل مراسم عسكريه. انتوا في اي منطقه، في اي بلد؟ في بلد في حته تسمى السلسله تبع مركز كوم امبو محافظه اسوان. ان شاء الله يعني جنازه الشهيد يعني يشارك فيها الجميع تكريما لهذا الشهيد اللي دافع عنا جميعا. يا عم كلها والله مشاركه فيها، وفي انتظار تشييع الجنازه في مركز كابومبو، والاسره كلها تقيم في مركز كابومبو. بتوجه لك بالشكر، ربنا يصبركم جميعا، يتغمد كل الشهداء بواسع رحمته، يلهم عائلتهم الصبر والسلوان.